وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن لنظام الأسد الحق في تصفية الإرهابيين في إدلب، والحكومة التركية ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة بينهم قوات خاصة. مقتل 3 عناصر من قوات الأسايش بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تقل العناصر قرب الحديقة المرورية بمدينة الرقة، وتوقيف 8 مدنيين لعدة ساعات على خلفية الانفجار. انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة أريحة وقرية أوريم الجوز في ريف إدلب خلال مرور سيارة تقل مدنيين، ما أسفر عن إصابة رجل وطفلين بجروح متوسطة. بابا الفاتيكان فرانسيس يحذر من وقوع كارثة إنسانية في إدلب، ويدعو المجتمع الدولي إلى اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والحوار والتفاوض في إطار احترام القانون الإنساني الدولي من أجل حماية حياة المدنيين. نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد فيصل المقداد يقول إنه لا يمكن للنظام أن يستخدم السلاح الكيميائي ضد الشعب ما دامت الأسلحة العادية كافية. نظام الأسد يفرض على المواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و42 عاماً الحصول على موافقة إذن سفر من شعبة التجنيد بعد إيداع كفالة مالية تبلغ 50,000 ليرة سورية في المصرف العقاري.